الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة اللي فاتت ابتديناها بدراسة سلوك المواد تحت تأثير أحمال القص الاستاتيكي، وقلنا إن دراسة سلوك المواد تحت أحمال القص الاستاتيكي لها ثلاث أنواع: قص مباشر، قص الانحناء، قص الالتواء. وانتهينا الحمد لله المحاضرة اللي فاتت من قص المباشر. النهاردة هنبتدي محاضرتنا، كل ده انتهينا منه، هنبتدي محاضرتنا بقص ان شاء الله، قص الانحناء. يمكن اخذنا تعيين او دراسة سلوك المواد المختلفة تحت اثير احمال الانحناء الاستاتيكي المحاضرة قبل اللي فاتت، وقلنا ان مفيش عنصر انشائي في حالة انحناء، في عنصر انشائي في حالة انحناء هو يعني في الاخر مؤثر عليه عزم ما علهوش قوة قص، ممكن ما يكونش عليه نورمال فورسز، لكن ما فيش حاجة اسمها ما علهاش شير فورس. يبقى اي عنصر عليه حالة عزوم لازم يصحبه حالة من ايه، من حالات اللي لازم يصحبه قوة قص. يبقى معناها ان انا كل انحناء يتبعه قص، يبقى النوع الثاني عندنا وهو قص الانحناء. انتهينا من القص المباشر بانواعه ودرسناه قبل كده، النهارده هنتكلم على نبتدي بقص الانحناء. يحدث قص الانحناء بالكمرات او العناصر الانشائيه التي يؤثر عليها قوى قص تكون مصحوبه بعزوم انحناء، لذلك فانه اذا حدثت حملت كمره باحمال تسبب فيها انحناء، فان اي مقطع من مقاطع هذه الكمره يكون معرضا لتاثير عزم الانحناء وايه كمان وقوه قص. حتى زي الشكل اللي قدامنا، لو جبنا سيمبل بيم عادي محمل عليه بكونسنتريتد لود في المنتصف، نشوف شكل الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. لو قلنا القوه بي هتديني رياكشن ايه يا شباب؟ هتديني رياكشن، هنشوف اهوت، هتديني رياكشن هنا عند السبورت دي، قيمته بي على 2، والناحية التانية نفس الكلام هيديني برضو الاكشن هنا قيمته بي على 2 نفس الكلام. طيب دي معناها ايه؟ ان الرياكشن ده بيترجم ازاي في الشير فورس؟ اهو ما عنديش نورمال فورس في دي، لان انا ما عنديش قوة افقية خالص مؤثرة على البيم بتاعي، لكن عندي قوة رأسية على المحور الطولي اللي هي الحالة اللي كنا بنقول عليها الحالة التانية من حالات او من الحالات المؤثرة. احنا قلنا يا اما عمود على المقطع المستعرض، يا اما عمود على المحور الطولي، يا اما عمود على المقطع المستعرض وغير محمري ويؤدي العزوم بينتج عنها حالة عزم، يا اما مماس للمقطع المستعرض. فهل قوة القوة بقى اللي طلعت عندي اللي هي الرياكشن ده يعتبر يمثل مماس للمقطع المستعرض او موازي له؟ مماس للمقطع المستعرض او موازي له. عشان كده لما جينا نرسم الشير فورس دايجرام من الليفت كده، طلعت الفوق بي على 2، مشيت قابلني القوه بي، قابلتني القوه بي في السنتر اهيت، قابلتني القوه بي هنا اهيت تاثيرها اهوت، نزلت بيها لتحت، بقى عندي فوق هنا بي على 2، وعندي تحت طالما انا نزلت بي كاملة يبقى بقيت البي بي على 2. بعدين مشيت في الشير فورس لغاية ما قبل الرياكشن طلعت تاني للزيرو، يبقى منطقة انتقال بتكون تحت تأثير الحمل اللي جاي على البيم بتاعتي. وبعدين المومنت بتاعي، وده بقى خلاص مش موضوعنا النهاردة، ولكن انا اقدر على نفس البيم دي يوجد نوعين من الاجهادات، اجهاد مقاوم لقوى القص بنسميه اجهاد القص اللي هو اسمه الكيو او سيجما شير، وعندي اجهاد تاني اسمه سيجما بيندنج بينتج من البيندنج مومنت بتاعي اللي كنا بنسميه ام في واي على اي. كويس خالص. يبقى المومنت هنا يساوي ايه؟ لو كان طول الكاميرا ده ال، يبقى المومنت بيساوي ايه؟ بي على 2 في ال على 2 بي ال على 4. يبقى انا عندي هنا ماكسيمم مومنت، ماكسيمم مومنت هنا
هيساوي لو كان طول البحر ده كله ال، او لو قلنا الطول ده كله كده، معلش لو انا عملته فوق ال على اتنين، وده ال على اتنين، يبقى المومنت بيساوي بي على اتنين في ال على اتنين، بي ال على اربعة. اوكي طيب، يبقى الماكسيمم شير فورس هنا كام؟ بي على اتنين، اللي احنا كنا بنسميه ايه لما بنيجي نحل بي، كنا بنقول كيو كابيتال اللي هي البي بتاعتي بتساوي بي على اتنين، والمومنت هنا ايه؟ بي ال على اربعة. طب انا ليه عايز المومنت؟ لان لما بجيب السيجما بندنج، لو نفتكر زمان كنا بنقول ام في واي على اي، فلازم اجيب العزوم. طيب السيجما شير هنا بقى تساوي ايه؟ انت قلت النوع ده من العناصر الانشائيه المحمله او بتبقى في حاله انحناء، لازم يتبع اي عزم انحناء قوة قص، عشان الرياكشن بتاعتي اللي بتطلع الرياكشن دي مماسة للمقطع المستعرض. القوة المحملة على المحور الطولي بتؤدي إلى انحناء، حف عليها شد وحف عليها ضغط، خلاص أنا بقيت في حالة انحناء. لكن الرياكشن بيشتغل فين؟ الرياكشن مماس للمقطع المستعرض، والماس او الموازي للمقطع المستعرض. انا دخلت في مقاومه من اين؟ دخلت في مقاومه بقوه قص، او مقاومه لاجهادات القص، تتبع قوه القص مقاومه باجهاد قص، وتتبع عزم الانحناء مقاومه باجهاد انحناء. يبقى النوع ده من العناصر، النوع ده من العناصر يعتبر في مقاومتين، مقاومه قص ومقاومه انحناء. مقاومه الانحناء خلاص درسناها قبل كده، لكن مقاومه القص هي اللي جديده علينا. اوكي يبقى الشكل ده بيبين حاجتين، حاجة اسمها مومنت، وحاجة اسمها هنا ايه؟ كيو كابتل اللي هي تساوي بي على اتنين. من دي، من الكيو دي اقدر اجيب كيو سمول او السيجما شير، ومن المومنت اقدر اجيب السيجما مومنت. بيقولك لو انا اخدت شريحة بقى عندي في النص كده ودرست الشريحة دي وبشوف الاجهادات الحادثة عندي والانفعالات المقابلة ليها، وحط بعض من الافتراضات، وجاب عندي اللهوات، خلاص اعتمد اعتماد كبير على الإجهاد اللي أنا بيه، هطلع بعلاقة جديدة اللي هي مقاومة القص. فأنا ابتدى عندي اهوت، لو تشوف العلاقة دي هي الأساسية قدامنا اللي اشتغلنا بها قبل كده، إن لو أنا جبت العزم بتاعي مقاومة عزم الانحناء بسيجما اسمها سيجما بيندنج بتساوي ام في واي على اي، واجرى عليها بعض الطرق الحسابيه، مش مطلوبه منك ولا حاجه، انا بس بقول لك ان دي بعض من الطرق البسيطه الحسابيه اللي انا اجريناها ببعض التفاضلات، علشان في الاخر اقدر اصل لمين؟ اقدر اصل للعلاقه اللي قدامي دي، دي علاقه مهمه قوي، وهي مقاومه القص قدامي اهيت في الانحناء. مش مطلوب منك خالص الطرق التفاضلية السابقة بشكل رياضي حتى الوصول الى العلاقة اللي كيو بتساوي كيو في اس على اي في بي، لكن تحفظ العلاقة دي كويس لان هي دي اللي انا هشتغل بيها. خلاص كيو سمول كيو او اجهاد القص بتساوي اقصى قوة قص او النقطة اللي بشتغل عندها في المقطع بتاعي مضروبة في اس، وهقول لك الاس دي ايه، على الانرشيا في عرض المقطع المستعرض. نشوف الكيو دي بتساوي ايه؟ اجهاد القص في الحناء عند المستوى المطلوب لاي قطاع، وبتساوي كيو قوة القص المؤثرة على المقطع المستعرض. اهي يبقى الاولانية دي اجهاد قص اللي هي سمول كيو. طيب قوة القص اللي هي كابتل. طيب العزم الاول المسافة حول محور التعادل لجزء المقطع المستعرض للكاميرا الذي يقع اعلى المستوى المطلوب لحساب الاجهاد المستوى عنده اللي هي الاس، وده هتشوفها بشكل واضح جدا جدا في اول تمرين بتحله، لتعيين اجهادات القص في الانحناء، سهلة خالص خالص، وده هتبان في التطبيقات بتاعتنا في الحل بعد كده. لكن انا اعرف ان الاس دي عزم ولا مش عزم؟ حاسب خلاص، يعني بالراحة كده علشان تعرف تحفظ العلاقة. سيجما شير او السمول كيو بتساوي قوة المؤثرة عند النقطة اللي انت بتشتغل عليها عندها،
او لو انا بجيبها على مقطع كامل يبقى اقصى قوة قص مؤثرة، اكبر قوة قص جات لي عندي على الديجرام، في الديجرام بتاعي او على العنصر الانشائي بتاعي، مضروبة في عزم اسمه العزم الاول للمسافة على عزم القصور الذاتي اللي هي الانيرشيا، هي عزم القصور الذاتي لمقطع الكاميرا. ويمكن عزم القصور الذاتي شفناه قبل كده في حالة الانحناء لما قلنا بتساوي ام في واي على اي، حتى قلنا الواي دي ارتباط بتعيين حالة الانحناء في الشد او الضغط، اما العزم خلاص هو واحد، ومقاومة العزم الانحناء بعزم تاني اسمه عزم القصور الذاتي. نفس الكلام هنا، لما اتوجدت القوة كمؤثر وقلنا في عزم اسمه عزم المساحي من نقطة التأثير حتى المستوى المطلوب عنده تعيين اجهاد القص، قلنا ان المقاومه لعزم يعتبر ايه؟ عزم تاني. فتلاقي لو انا عندي عزم مسافه فبالنسبه لي عندي عزم القصور الذاتي اللي هو الانرشيا او الاي بتاعتي، وبعد كده عرض القطاع بتاعي اللي هو البي. يبقى دي المتغيرات الموجوده في العلاقه التانيه. معلش، اجهادات القص بتختلف العلاقه من نوع لاخر. النوع الاولاني بتاع المباشر كنا قلنا عشان قوه شد وضغط والمقاومه فيها كانت الاجهاد في الشد او الضغط بيساوي القوه المؤثره على الاريا المقابله، كان نفس الكلام بالنسبه لقص المباشر. فقلنا سيجما شير في الدايركت، في الدايركت شير بتساوي برضو ايه؟ الكيو كابيتال على الاريا المقابله ان كانت اريا واحده او اريتين او غيره، تمام. لكن في اجهاد القص في الانحناء علاقه تانيه خالص، عشان بس ما انتهش والعلاقات تدخل في بعضها، مهم جدا التركيز على العلاقه اثناء التنفيذ. فبنقول له ان الكيو اهيت او السيجما شير هنا بتساوي الكيو كابيتال او قوى القص في العزم المسافه على عزم القصور الذاتي مضروب في عرض القطاع بتاعي. بيلاحظ من المعادله ان قيمه الاس والبي تتغير باختلاف الموضوع المطلوب. اما الانرشيا ثابته والكيو ثابته في النقطه اللي بشتغل عندها، يبقى المتغير عندي هنا اكتر في ايه؟ من مستوى لآخر. يبقى نلاحظ من المعادلة أن قيمة الإس والبي تتغير باختلاف الموضوع المطلوب على المقطع المستعرض، أما قيمة الكيو والآي فهي ثابتة لكل نقط المقطع. يعني أنا أقدر أشتغل على المقطع في مستويات مختلفة، يعني أقدر أشتغل على الحافة العلوية أو أنزل تحتها شوية، أو نقط الانتقال عند نيوترال أكسس، أو أنزل على الحافة السفلية. كل مرة الإس والبي ممكن تتغير، لكن الكيو والآي ثابتة. ويمكن تطبيق هذه المعادلة في حالتي تأثير قوى قص إذا كانت في اتجاه رأسي أو في اتجاه أفقي بالنسبة لمقطع الكاميرا المستعرضة، ولكن احنا بنسبة كبيرة هنشتغل دايما على الإكس والواي في مستوى الصفحة العادي. أوكي؟ يلاحظ أن القص الناتج من الأحمال المسببة للانحناء يولد إجهادات ضلعية قطرية بالكاميرات، وهذه عبارة عن إجهادات رئيسية قد تكون إجهادات شد أو إجهادات ضغط كما هو موضح في الشكل التالي. إيه كلمة قطرية دي؟ يعني تاني بعد إذنك معلش كده نقف بس كده وبالمؤشر على إجهادات، يولد إجهادات ضلعية قطرية بالكاميرات، علشان إما نيجي هنا ونقف عندها نبقى عارفين إيه ضلعية قطرية. شايفين الكاميرا يا جماعه؟ جايبين السبورت اهو فيها وبعدين بقيتها الناحيه الثانيه وجايب نص الكاميرا. بيبان الاجهادات الضلعيه ازاي؟ هو تعامل قوه قص بتكون ازاي؟ تعامل قوه قص بيجيب لي المقطع المستعرض اهوت اللي قدامنا على اليمين ده في اعلى الصفحه، وبيأثر عليه ايه؟ بقوه ايه؟ قوه ممسيه. بتبان القوه دي ازاي؟ بتبان قوه وعكسها. يعني دي قوه اهيت، معلش نعلم عليها اهيت، قوه عامله كده وعكسها الناحية التانية اهي، دي قوة أفقية ممسية. طيب وإيه تاني؟ أو كده أهوت ودي عكسها، تمام. دي قوة أفقية ممسية ودي قوة رأسية ممسية للمقطع المستعرض. طيب القوتين دول مع بعض، القوتين اللي تحت دول يتولد عنهم إيه؟ يتولد عنهم محصلة كده مايلة كده اهي، وفين كمان؟ وفوق كده اهي. اوكي، يبقى القوتين الافقيتين الممسيتين عكس بعض،
والقوتين الرئيسيتين الممستين اللي عكس بعض، الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعملوا بقى اللي هي الحته اللي بنسميها الشد القطري، ان الاثنين دول بيشدوني في اتجاه قطري كده كده، شدوا نقطتين عكس بعض، شد يا شباب نقطتين عكس بعض. بيهم بيقول لك ان حاله هذه الاجهادات الضلعيه في قص الانحنى لما تحدث انهيار بتحدثه بالشكل ده، ان بشد النقطتين دول عكس بعض، فبالحاله دي بتكون طيب علشان اقاوم ده يبقى لازم انا امشي في الاتجاه العمودي عليها علشان اقدر اقاومها. ويمكن ده بيبان معانا في التصميم بشكل كبير، بان بحط بكثف هنا في الكاميرات الخرسانيه المسلحه بالذات، بكثف في المنطقه اللي هي قريبه من السبورت اللي فيها اقصى قوه قص، بكثف فيها حديد راسي، او بعمل هنا حاجه بيسموها البنت بارز او الحديد المكسح او المسني علشان يكون موازي القوه المؤثره فيقاوم القوه، يقاوم قوة القص اللي بتيجي تقريبا بزاويه قريبه من الزاويه 45. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى تلك الاجهادات بقيمه عظمى تساوي قيمه قص الانحناء لنقط المقاطع المستعرضه والواقعه عند خط التعادل، يعني بتبقى اقصى قيمه عند خط التعادل، وتكبر قيمه الاجهادات الضلعيه القطريه كلما زادت قيمه الكيو، اي كلما اقتربنا من نقط الارتجاز للكاميرا. ويمكن تعيين توزيع اجهادات قص الانحناء على بعض مقاطع الكاميرات المحدده كما في الشكل الاتي، يعني بيقول لك انا اقدر اعين توزيع اجهادات القص الانحناء على قطاع مثلا مستطيل او مربع، فلو عندي قطاع مربع شكل الاجهادات هتكون ازاي؟ بيكون الاجهاد على الحافه العلويه صفر، يعني هنا زيرو، والاجهاد تحت على الحافه السفليه زيرو، والاجهاد بيكون اقصى فين؟ عند النيوترال اكسس. والكيو ماكسيمم في الحاله دي بتساوي 1.5 كيو على الاي، على الاي، حيث ان الاي بتساوي البي في الاي. دي طبعا مش قيم احفظها ولا حاجه، هي جايه من نفس العلاقه، انا لو حسبتها وقلت كيو يعني نشوف دي اتحسبت ازاي ونشوف قيمتها ازاي، هي جايه برضو من كيو في اس على اي في بي. لو انا جبت في نفس المقطع اللي من النوع ده وقلت له الكيو المؤثره بتاعتي الاس بتاعتي هتساوي ايه؟ بيساوي الجزء المتهشر قدامي ده اللي هو دي على 2 ناقص الواي مضروبه في العرض بتاعي مضروبه في المسافه ما بين السي جي دي بتاعه دي والحافه العلويه اللي هي من هنا لغايه الحافه، المسافه اللي هي الثانيه دي نص المسافه اللي هي الباقي دي في نص على 2 اللي هي من النقطه الاخيره اللي انا قلت عليها دي كمان. دي كنت الاس، طلعت الاس بي دي سكوير على 8، وعندي الانيرشيا بتساوي بي دي تكعيب على 12، بيعوض في العلاقه الاصليه تطلع له في الاخر 1.5 كيو، طبعا الكيو عندي ثابته، 1.5 كيو على الاريا. ماشي يا شباب؟ طيب ده انا مش بقول لك احفظ ده، هو بيقول لك لو انا عايز على مقطع مستطيل او مربع مباشره اقول له ان كيو ماكسيم بتساوي 1.5 كيو على ايه وخلاص، او على البي في الدي، مرحبا مفيش مشكله. لكن ما بقولكش احفظ، هو اثبتها لك هي بشكل رياضي. طبعا مش مطلوب منك اي اثبات، احنا بس على الاقل بيقول لك ايه ازاي اجي احسب قيم الاجهادات. انا قلت لك شغلانه سهله خالص خالص، وفي اول تطبيق لنا في المسائل بتاعتنا في الشتات ان شاء الله هتلاقيها تطبيقها مباشر، بس كل المهم منك ان سعادتك تعرف ده انهي نوع، يعني هل ده نوع مباشر، هل ده نوع انحنى، هل ده نوع من انواع الالتواء ولا لا. طبعا عوض بقى اهوت لغايه ما جابها قيمتها بتساوي 3 على 2 كيو على ايه. طيب لو انا عايز احسب مثلا لقطاع دائري الشكل، نفس الكلام بقول له برضو ان الكيو، هو بيقول لي القيمه في الاخر هتطلع ان الكيو ماكسيمم بتساوي 4 على 3 كيو ايه بدل 3 على 2، هو ما قالكش برضو احفظ بنفس الاسلوب، هتقول له ان كيو بتساوي كيو كابيتال في الاس على الاي في البي نفس العلاقه، وتبدا تعوض بنفس التعويضات، هتطلع لك في الاخر ان كيو ماكسيمم بتساوي 4 على 3 كيو على الاي، حاجه زي دي كده. في ناس بتريح دماغها ولما بالقطاع دائري تحفظ القيمه على طول، وفي ناس يقول لك لا انا اثبتها كل مره. طبعا ما عنديش حالات ثابته في التمارين علشان اقدر بيها اثبت نوع القطاع بتاعي او غيره. طبعا لو انا بدات بقى ادخل معاك في قطاعات مختلفه
المقطع المستعرض ده متماثل، يعني ده اي سيكشن او قطاع على شكل حرف اي ومتماثل. طب لو جبت له غير متماثل النيوترال اكسس هيتغير، لكن لو ده متماثل هتلاقي النيوترال اكسس في نص ارتفاع، يعني لو عمق دي هيبقى النيوترال اكسس على بعد دي على 2 ودي على 2، فتوزيع الاجادات عليها بيكون سهل. ولكن بيجيب لك برضو ان الاجاده عند الحافه العلويه زيرو، وبعدين بيزيد ويزيد بعد كده لغايه ما يجي عند نيوترال اكسس على اعلى قيمه اجهاد قص، بيبقى في المنتصف تقريبا، وبترجع بالتماثل نجيب نفس القيم. وهو كل مره برضه هبتدي بان الكيو بتساوي كيو في الاس على الاي في البي، بجيب الكيو عند الحافه الواحد المحور الاولاني والاخراني بتكون القيمه زيرو، وبعدين القيم بتتغير. طب هو ليه في الاي بي بقى وقف عندها؟ وقف عند لان في تغير في البي، البي هنا اكبر من البي في السنتر، فلو كانت سي دي 10 سنتي ودي 2 سنتي يبقى بيجيب الحافه الاولانيه وبعدين الحافه الثانيه، وبعدين اجيب السكشن عند تغير البي، وبعدين اجيب عند نيوترال اكسس، وبعدين اجيب تاني لغايه ما انزل اجيب كل القيم بالكامل. ودي طبعا لما اجي ارسم اجادتها بجيب كام كتير، بجيب طبعا دي اللي فوق النيوترال زي اللي تحت النيوترال في حاله التماثل. لكن لو الاي بيم ده مش متماثل، يعني لو انا جاي لي اي بيم شكله عامل كده، ما اقدرش اقول ان نيوترال اكسس النهارده في الارتفاع. طب نسبه كبيره ممكن نيوترال اكسس يبقى بعيد قريب من الحافه الاكبر، يعني نيوترال اكسس مش هيبقى هنا، ده النيوترال اكسس بعيد، اما هنا النيوترال اكسس كان في السنتر، يعني ده تقريبا في حاله التماثل الاي بي من فوق، ده اللي فوق دي على 2، ده هيبقى هنا دي على 2 فوق وتحت دي على 2، ده النيوترال اكسس بتاعي اللي هو فده في السنتر تقريبا. اما هنا لا، لما تختلف الفلانشه بتاعه الاي بيم او يختلف الدايمنشن بتاعتها النيوترال اكسس مبقاش في السنتر، بيبقى مختلف شويه، وفي الحاله دي بتختلف معايا الاجادات من فوق من تحت. اما هنا في تماثل، فالاجادات اللي فوق النيوترال اكسس زي اللي تحتها، فيقدر يحسب في ناحيه واحده ويعمل الباقي ايه زيها. ماشي، اهو حتى اختلفت هنا، يعني في حاله ان موجود تي سيكشن تلاقي ان قيم الاجادات في التعيين اختلفت خالص، يبقى انا في التي سيكشن هتلاقي النيوترال اكسس خلاص بقى في حته تانيه خالص، وما عادش ده في الارتفاع. وفي الحاله دي بقى بيجيب عند واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، كل مره بيعين الاجاد بتاعه عند كل حافه من الحواف المطلوبه. اوكي طيب، دي بعض من الكيسز اللي ممكن تقابلنا بشكل بسيط او بشكل فيه تراكب شويه او في حسابات اكتر شويه، لكن المهم دايما تحفظ ان اجهاد القص بيساوي في حاله الانحناء بيساوي قوه القص في العزم المسافه على عزم القصور الذاتي مضروب في العرض. يجرى اختبار قص الاحتكاك اختبار قبول تنص عليه المواصفات الكاسيه للمواد القصفه مثل حديد الزر والخرسانه والخشب، ولا يجرى اختبار قص الانحناء لمعرفه مقاومه المواد لقص الانحناء، وتتعرض العينه المختبره في الانحناء ضمنا الى قص الانحناء، ولكن قوه لا تسبب كسر العينه هي قوه الشد، ومنها تتعين مقاومه الانحناء بسبب معايير الكسر او اجهاد الانحناء او مقاومه الانحناء، ولا تنكسر الكمرات المختبره من هذه المواد بتأثير قوى الانحناء إلا إذا كان عمق الكمرة المختبر كبيرا مع صغر بحر الكمرة نسبيا، وقد يكون الكسر بسبب إجهادات إيه؟ ده الكلام بقى الجديد اللي نقف عنده، إن الانهيار بيكون بسبب إجهادات الشد القطري كما في الكمرات الخرسانية، أو بسبب إجهادات القص الأفقي كما في الكمرات الخشبية. وبيظهر ده فين؟ نشوفه فين بقى؟ شايفين الشد القطري؟ دي الحتة اللي احنا اتكلمنا عليها في تفسير مقاومة الانهيار بالشد القطري، اهو زي ما هو ظاهر قدامنا خالص اهي، ان انا لو شديت من الاتجاهين دول وما لقيتش اللي قاومني يحدث انهيار كما هو الحال في الحالة دي، ودي حالة من حالات الانهيار. اما بالنسبة للخشب بيكون الانهيار في الشكل ده عن طريق اجهادات القص الاوي الافقية، وهنا نبقى عرفنا برضو حالات الانهيار في الانحناء، حالات الانهيار في قص المباشر
كلها كانت قص مفرد يا قص مزدوج، اما هنا قص مفرد يا مزدوج كان هيار، اما في قص الانحياء يا شد قطري يا قص افقي في نوعيه من انواع الاخشاب. اوكي، وكده نبقى انتهينا من قص الانحناء. وان كنت معلش هطول عليكم الا ان هندي فكره بسيطه عن قص الالتواء، وان شاء الله نكمل المحاضره الجايه لان في اكثر من علاقه فهيحتاج مننا وقت اطول من هذا، فهننتهي عند قص الانحناء ونستكمل في قص الالتواء. قص الالتواء ده الحاله الثالثه عندي، وهي ده القص الذي نعتمد عليه بانه من القص الخالص، زي ما اتفقنا ان احنا علشان نأثر على عنصر معمليا بالتحديد، يعني كان في الطبيعة صعب ان يبقى في عنصر عليه شد بس او ضغط بس او انحناء بس او قص بس، اللي احنا بنحاول نحاكي هذا معمليا علشان نقدر نجيب نعين الخواص طبقا للمؤثر الشد فقط او الضغط بس فقط، وده طلب طبعا في تعيين خواص كتير من المواد طبقا لمواصفاتها او مواصفاتها القياسية او طبقا لأكوادها. فاحنا لو نفتكر لما قلنا حالة الشد الخالص يكون فين؟ عمودي على المقطع المستعرض ومحوري. حالة الضغط الخالص عمودي على المقطع المستعرض ومحوري. حالة الانحناء الخالص يقول لك حملين مركزين على كمرة حرة في الثلث الاوسط منها. ليه؟ عشان يبقى عندي منطقه عزوم عالي وما عنديش قص فيها، وفي الحاله ده اقدر اطبق في مقاومه بالانحناء فقط. القص الخالص، القص الخالص مش موجود الا في قص الالتواء طبعا مع محور العينه المختبره، ويفضل ان تكون العينه اسطوانيه عشان التاثير يكون فيه مثاليه للوصول الى انه يكون قص خالص. يبقى قص الالتواء هو من انواع القص الخالص، وان شاء الله نكمله المحاضره الجايه ونستكمل المحاضرة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.